السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة Animal World. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب. فيديو النهاردة هيكون مختلف شوية عن سلالات الكلاب اللي انا عملتها قبل كده. فيديو النهاردة هيتكلم عن اسعار الكلاب في مصر 2019، ويسامحوني مش هعرف اجيب اسعار الكلاب برا مصر لان انا شغال في الحدود دي. بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار، وهنشوف إزاي السعر بيعتمد على إيه والسعر مبني على إيه في الفترة اللي فاتت وبره مصر وجوه مصر. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. سعر الكلب بيعتمد على كذا نقطة، أهمهم رقم واحد الجدود بالنسبة للنسب بتاعهم، هل هم متهجنين مع سلالات نيتيف أو سلالات بلدي، او هم بلدي اصلا وهم ملعوب في الجينات بتاعهم، او هم اصلا مستوردين او اصليين جدا جدا من البلد المنشأ. رقم اتنين وهي الشهادة اللي بيحصل عليها الاب او الام من المستشفى البيطرية او العيادة البيطرية او المزرعة اللي خارجة منها الكلب. رقم تلاتة الفحص بالنسبة للكتالوج العالمي للAKC، وعلى سبيل المثال الجيرمان شيبرد او الجيرمان شيفرد. المواصفات العالميه للكلب ده زي رقم واحد الكسحه، بيقول لك الاي كي سي الكسحه دي زواياها مختلفه وزواياها كتير جدا وليها مقاييس عالميه كتيره جدا جدا. رقم اتنين هو ارتفاع الجسم عن الارض بالمقادير والمقاييس المتسجله عندهم. رقم تلاتة البحث الوراثي للكلب، هل الكلب بيعاني من مشاكل صحيه مزمنه موجوده في الاباء موجوده في الجدود. رقم أربعة عينات الدم اللي بتتاخد من كل كلب وتحليل الـ DNA. رقم خمسة هو الـ Purity Index. يعني الـ Purity Index يعني مقاييس أو رقم خمسة وهو الـ Purity Index يعني الـ Purity Index هو مقادير نقاء السلالة، والمقدار ده مترقم من 1 لـ 1000. كلما زاد طبعا الرقم ده كلما زاد النقاء وكلما زاد السعر بتاع الكلب، وحاجات كتيرة جدا جدا بيقيس عليها مستوى السعر ومستوى نقاء الكلب. بالنسبة ليك كمواطن مش عارف الحاجات دي، انت رايح بس عشان تشتري كلب او اتنين لغرض الحراسة او غرض الله مع الاطفال او كمربي، مش هتبص على الحاجات دي اللي انا قلتها، هيهمك بس بعض النقاط. هل الكلب صحته كويسة؟ هل الكلب قوي؟ هل الكلب بيهوهو طول الوقت على اي حد ماشي في الشارع؟ تشوف عضلات الكلب بارزة ولا مش بارزة، دلالة على الجسم القوي. السعر بتاعه كويس مناسب ولا لا؟ الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنستعرض فيها ايه هو الكلب الاصلي وتعرفه ازاي وايه مميزاته الموجود في الوطن العربي وبره الوطن العربي. فيديو النهاردة عرفنا السعر بتاع الكلب بيتبني على ايه بره الوطن العربي، طبعا اللي هو في اوروبا وامريكا واسيا، دول بيتبني على كذا حاجة والمواصفات اللي انا ذكرتها قبل كده. دلوقتي هنعرف أسعار الكلاب في مصر 2019 بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى. سعر كلاب البوكسر دلوقتي بالنسبة للحد الأدنى تمثل 800 جنيه والحد الأقصى 4000 جنيه. بالنسبة للدوبرمان 250 جنيه حد أدنى و 1500 جنيه حد أقصى. بالنسبة للروتفايلر 2000 جنيه حد أدنى و 10000 جنيه حد أقصى. بالنسبة للدالميشن 1500 جنيه حد أدنى و 4000 جنيه حد أقصى. بالنسبة للماستف أو الماستف بأنواعه بيبقى 3000 جنيه حد أدنى و 7000 جنيه حد أقصى. السان بيرنارد بيبقى الحد الأدنى بتاعه 2500 جنيه والحد الأقصى بتاعه 8000 جنيه. بالنسبة للجريت دان الحد الأدنى 2000 جنيه والحد الأقصى 9000 جنيه. بالنسبة للهاسكي الحد الأدنى 2500 جنيه وبناول الحد الأقصى 10000 جنيه. بالنسبة للجيرمان شيبرد 1500 جنيه حد أدنى و 10000 جنيه حد أقصى. طيب في ناس هتسألني يعني ايه دكتور حد الأدنى ويعني ايه الحد الأقصى؟ الحد الأدنى يمثل الجرو. يعني الجرو؟ الجرو بعد ما يتفطم 45 يوم أو 50 يوم أو 60 يوم مباشرة بدون تطعيمات، بدون تدخل دوائي أو تجريع أو أي حاجة او اي حاجة تتدخل في صحة الكلب. وبالتالي كل ما زادت الماتيوريتي بتاعت الكلب او النضج بتاع الكلب هيزيد السعر، وكل ما كان في حدود 4 لـ 6 اشهر او سنة السعر هيزيد. وكل ما انت رايح او هتشتري انثى حامل هيزيد السعر اكتر بكتير من الذكر،
وبكده احنا خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون عند حسن ظن الناس اللي طلبت مني الفيديو ده. ان شاء الله الجزء التاني بتاع الفيديو هينزل قريب ان شاء الله بإذن الله. كان معكم دكتور محمد.